أهلا بكم. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان مصر ودول البريكس فرص واعدة، وذلك في إطار سلسلة التقارير المعلوماتية التي يصدرها المركز. وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى أهم المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس، ومن بينها خلق فرص وآفاق تعاون مستقبلية واعدة بين مصر ودول البريكس، وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب بكسور لتصبح مركزا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية. وافقت الحكومة على صرف 307 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو لعدد 426 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وبهذا يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8.5 مليار جنيه، نحو 43,500 مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 505,000 رأس ماشية للتوفير المزيد من اللحوم والألبان. اتفق أعضاء في تحالف أوبك بلس على تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط حتى الربع الثاني من العام الجاري، ما يقدم دعما إضافيا للسوق وسط مخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي. وأعلنت السعودية تمديد خفضها الطوعي بواقع 1,000,000 برميل يوميا حتى نهاية يونيو ليصل إنتاجها إلى نحو 9,000,000 برميل يوميا. كما أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاج النفط وصادراتها بواقع 471,000 برميل إضافية يوميا في الربع الثاني من العام. كان التحالف قد وافق في نوفمبر على خفض طوعي للإنتاج بلغ نحو 1,200,000 برميل يوميا إجمالا في الربع الأول.